واش نقول لك اخويا، بالنسبه للنساء اللي قرايه وهادشي كنا باغي ندوزو الصيف وزنا عادي. قال لك خاصك دور، يعني خاص هنا الفلوس وهنا الفلوس باش يعني باش ما يبقاش هاد باش يعني بنادم مزير وداكشي. طلعنا مشينا سافرنا للجديده وداكشي، كيجي واحد كيقول لك في دوزه خاصك تهبط، ما كاينش 12 الليل صافي غتحبس الطريق. صافي بنادم ما عارفش شي كيموج شي غادي، ما عارفش حتى فين غادي، بنادم محروق، بنادم شي يعني طايح في الارض، كل واحد شنو كاين. صافي شي راجع شي ميت، يعني داك العيد بنادم داز عندهم شويه مشكل، فهمتي؟ صافي هادشي اللي كيرجعنا لديورنا بخير الحمد لله. بعدا شي واصل شي ما واصلش، اللي ما واصلش راه شاري لي قامو وملعز حدا الحولي، ما كاينش مع دارهم. صافي بقينا بحال هكا حتى قالوا لقاو اللقاح ديال كورونا. تبحرتي؟ والله الا تبحرتي جوج المرات. صافي قال لك المرض خاصك تبحر ودير لك ماما، تخاف على يدخلوك البوليس حتى البحر، ما كاينش فين، خلاص ما كاينش فين، دخل يتبعوك حتى تما، تفوت السيد تبعوك، دخل عندك بازوكا تما. تبحرتي؟ تبحرت في جديده في الحرشه، حرشان تما واحد البحر زوين، تما ما كاينش بنادم بزاف، قدر بنادم دابا بكليماتيزو غيبرد يبرد يبرد يعطيه البرد تما تيخرج يمرض الله يستر. صافي هادشي اللي كاين. عطلة عندي هي العمل ديالي، ما نقدرش دابا العطلة تندوزها في العمل ديالي، أصلا فيها أنت تشوف هاد الأزمة اللي طايحين فيها دابا، والعالم طايح في هاد الأزمة، كي غدوز العطلة؟ أبين وبينك كي غدوز العطلة؟ أقول يا أستاذ، أنت العطلة تتشوف بنادم خارج يضربوا البرد، وشكرا. لا ما كانش بالشكل اللي بغيتو، منتظر، كان الوضع مشدد ما كيخليوكش تخرج بزاف. فهمتوا العطلة دات شوية ناقصة مع العيد، وجينا في الطريق بالليل مد الله من الحال، والأكسيدون لي زاكسيدون بزاف، فهمتيني أخويا. دوز عف الدار، ومن بعد من بعد كاين شي فلوس كاين شي العاقة ما كاين والو، كل يعيش في السطاح ولا الكوشينة، تعرف الكوشينة طاليانية سيتادير كوزينة فين مشيو نخيمو خويا، ما كاين فلوس. دوزت العطله في المراره. واش هي المراره؟ هي كما كيقولوا اون فرونسي هي السيكتور، والحمد لله من الحامدين والشاكرين. ولكن وليداتنا راه سافروا للباديه مشاو للبحورات وهادي، وانا بقيت مع الطرف ديال الخبز في المراره، والمراره هو اون فرونسي سيكتور. ميرسي. العام كيتمرك عارف الاجواء ديال مع كورونا، ماشي ما كاين بو عطلاتنا، جات مع العيد مع هادي، فهمتي؟ باش صافي سافرنا رجعنا هنايا شويه للخدمه شويه هادي، صافي هادشي اللي كاين. المهم هاد العام عندنا اجواء خاصه، فهمت؟ ما كاين لا عطله لا والو بالنسبه لينا حنايا، راك عارف مع الظروف الازمه الخدمه نقصات كلشي، فهمت؟ ما كاينش الامكانيات باش تسافر ولا هادي، هنا هنايا صافي على ما تفتح الاجواء ان شاء الله وتولي الامور كما كانت. هنا هنايا الكازا جينا في الاول السحر الصحي لا في الاول ديال كورونا، جينا صافي حبست الطريق فهمتي، حبست بقينا هنايا كندورو. المهم بغينا ندوزو شي عام زوين، الصيفيه زوينه صدق ما كاين لا صيفيه لا والو، المهم الشغل مأزم ما كاين والو، هادشي اللي غادي نقول. مشيت للبحر؟ لا مشيت للبحر لاني ما كاين بو بحر، بحر ناقص هاد العام، ماشي شي بحر تما شويه تبحرت ما كاين والو. مشينا للمحمديه، حدنا حد المحمديه صافي وجي صافي، هذا هو الصيف اللي داز مع كورونا، بقينا في اكازا وهنا تبحرناش، والله عامنا عادي بحال ما كاين والو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو معنا في لاشين فانسبو، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.